شايفين هذه القطة المسكينة؟ وجدها شخص في الشارع في وضع صعب كثير، وفعلا قرر هذا البطل انه يساعدها، قدم لها الرعاية المطلوبة، وبعد ايام تحسنت القطة واصبحت بوضع افضل بكثير. وهون مجموعة من الشباب وجدوا كلب داخل سيارة مغلق عليه، وراحوا بلغوا الجهات الأمنية اللي جاءت على الفور وحاولت إنها تساعد الكلب، وتمكنت من إخراج الكلب من داخل السيارة وقدموا له الرعاية المطلوبة، وفعلاً تحسن حالة الكلب اللي عاد لوضعه الطبيعي بشكل أفضل بكثير من أول. أما هون هذا المهر كان عالق بالشجرة اللي وجدته الشخص وحب إنه يساعد هذا المهر، وفعلاً تمكن من إخراج المهر اللي عاد للحرية الكاملة. وهون مجموعة من الشباب تجمهروا بعد سماعهم لصرخات الفيل اللي كان واقع بالحفرة، وحبوا هدول الناس انهم يساعدوا الفيل، وبالفعل قدموا الرعاية المطلوبة واخرجوا الفيل من الحفرة اللي عاد لوضعه الطبيعي.